اكتر حاجة عجباني في الوضع الحالي اللي احنا فيه ده ان كلكم هتبقوا تخان زيي اوبا اوبا جامد بقى، اوبا جامد يعني، ده اسمه شغل فاخر من الاخر. بنشكر ادارة السناب شات لتوعية وتفهمها للحالة اللي احنا فيها، خصوصا البنات اللي زي اللي بيحبوا الميك اب، فانها تعمل لهم فلتر شقي زي ده، يعني دي حاجة حقيقة بنشكرهم عليها. وده جاب لي فكرة ان انا اطلب من كل شركات الميك اب العالمية والعربية ان هم يا ريت في وقت الحظر ده نحاول نطور من نفسنا، وبدل ما احنا اللي بنعمل ميك اب تخترعوا لنا ميك اب اللزقة الشقية، ميك اب بيتلزق بدل ما نضيع من 3 لـ4 ساعات من عمرنا وخناقات زوجية وقدام مرايتها بتدلع براحتها، لا البنت من دول تلزق الميك اب تنزل هوبا يلا احلى حاجة. وبصوا اوه يا عيني على الفرايتش، لا ده جميل، فيا ريت نطور من نفسنا. بصوا بيجي مع الرياكشنات هوبا هوبا. هاي انتي مالك زعلانه ليه؟ بتحبي الميك اب زي عينيكي؟ عمرك ما ظبطتي الاي لاينر؟ عمرك ما ظبطتي رسمه حواجبك مع انهم تاتو؟ عندك الات سودا؟ عندك اثار حروب؟ عايزه حل عشان جوزك بيضربك على قفاكي كل ما بتتاخري عليه وانت بتعملي ميك اب؟ احنا الحل مع اللزقه الشقيه للبنت العصريه، ومش بس لزقه واحده ولا اتنين، لا عرضنا عرض العروض 3 لزقات، لزقه وجه القمر، لزقه سهر الليالي، لزقه ياسمين. يلا اتصلي، مستنيه ايه؟ انسي الفونديشن وعمايله والزي الماسك ده مفيش زيه. احمي نفسك اترازة في بيتك، 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 يا اخي مين؟